لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تبين إن هي السيدة اللي كانوا بيبحثوا عنها المدعوة سمر هي وشقيقتها. لا حول ولا قوة إلا بالله. انهيار المصابين، أسر المتوفين. احنا شايفين مع حضراتكم انهيار منزل مكون من 5 طوابق داخل محافظة الدقهلية في شارع النبي دانيال في مركز مدينة ميت عمر في محافظة الدقهلية، والعثور على جثمانين حالا في اللحظة اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها. سيدة تدعى سمر صديقتها. انهيار اسر وزوي المتوفين في العقار بشارع النبي دانيال بمركز مدينه ميت غمر. انهيار منزل مكون من 5 طوابق والعثور على جثمانين منذ ساعات، واللحظات اللي احنا فتحنا فيها اللايف يمكن لسه العثور على جثمانين اخرين لسيدتين تقريبا، سيده تدعى سمر وشقيقتها او بنتها، 6 من أسرة واحدة. وسبب انهيار العقار هو وجود ونش لنقل الاساس بالعمارة. تم العثور على سيدة اخرى. المنزل كان قديم. خروج سيدة اخرى. انهيار زوية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استخراج سيدة حالا هي وأطفالها. استخراج سيدة وأطفالها طبعا من العقار المنهار. سيدة تدعى سمر وبناتها. يقال ان هي ليها بنتين. تم استخراج 3 جثامين حالا. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني حتى الان 5 جثامين، ويمكن كان من ضمنهم رجل او شاب يدعى ربيع، طبعا كان معدي اسفل العقار المنهار بالموتوسيكل او الدراجة البخارية الخاصة به، والعقار انهار عليه. صاحب المنزل كان موجود في الساعات الاولى من صباح هذا اليوم، وطبعا قال للسكان، طبعا ده كان منزل ايجار قديم، وقال لهم المنزل لازم تخلوا المنزل حالا لان المنزل واضح ان هو هينهار، وكان لسه مازال موجود. واحد السكان استجاب لكلامه وبدا في نقل الاساس الخاص بمنزله، ولكن خلال طبعا نقل الاساس باحد الاوناش او ونش لنقل الاساس، المنزل مكون من 5 طوابق انهار بدون سابق انذار وبشكل مفاجئ في لحظة واحدة، وتحول إلى قومة من الرماد. نتابع مع حضراتكم متابعينا الاعزاء مزيد من التفاصيل، انتظرونا بعد قليل. اشكركم جدا والسلام عليكم.